أنا اسمي وضحى لو أشلي، أنا عايشة في قرية غير معترف فيها، موجودة جنب قرية مولودا. أنا بشتغل معلمة بستان لعشر سنين. البستان اللي بشتغل فيه بعيد كمان عن المكان السكن، بنواجه كثير مشاكل يعني بالنسبة للكفار اللي احنا موجودين فيها القرية. في نفس القرية أنا كبرت فيها ودوست فيها من نفس المنطقة. كمان في وقتها كان ما في مواصلات، كنت ممشي على رجل، وكان في يعني كثير من فصل الصيف والشتاء كان نضطر نغيب أو نضطر نتأخر عن المدرسة بأسباب الطرق اللي مش المؤدية للمدرسة، اللي هي مش مناسبة للسيارات. تعلمت في كلية أحفا في جنب القسطينة وين قرية ملخي قل راخ. اخترت الموضوع هذا لأن قبل ما أتعلم اشتغلت في المجال هذا في مساعدة للبستان، ولقيت أنه سهل يعني أني أتعامل مع الأولاد في الجيل هذا. الأهم شيء يتغير هي التعليم بالنسبة للأطفال، يكون عندهم مراكز تعليمية قريبة للأولاد ولا قضاء احتياجاتهم الأساسية للأولاد، والطرق يكون مزبوطة عشان الأولاد يمشوا ويجوا على البساتين بشكل إيجابي أو بدون مشاكل في فصل الشتاء. خدمات أساسية من المي والكهرب والبناء، وهذا أكثر شيء يعني اللي هو نتمنى يعني يكون موجود عندنا وعند الناس اللي موجودين في القرية ككل يعني.